عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بروسيت جديدة، روسيت 100% ناجحة، حاجة بنينة وخفيفة واقتصادية باش نعملوا كيك بالليمون. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة متاعي، ابونيفو للناس اللي ماهيش مشتركة باش يوصلكم جديد وكل، وحطوا لي جيم على الفيديو. ما نطوش عليكم، نبداو مع بعضنا في طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات باش نستحقوا 3 كيسين فارينة، يعني 300 غرام فارينة، كاس حليب اللي هو 100 مليليتر، كاس زبدة كيف 100 مليليتر خاطر ذوبتها، كعبة قارس، زيست متاع قارس، كاس سكر يعني 100 غرام سكر، 6 كعبات عظم، وإذا كان العظم متاعكم كبيرة تنجموا تاخذوا 5 كعبات كهاو، زوز سكر فاني، وواحدة ونص خميرة مرطبات، ولا تنجموا تاخذوا حتى زوز. نبدأ توا في التحضير. توا باش ناخذوا العظمات، السكر، الزبده وسكر فاني، ونحاولوا نركضوهم بالكدا. بالنسبه للزبده تنجموا تعوضوها بكاس زيت، مش باللازم زبده، اللي ما عندوش زبده يعوض بكاس زيت. توا باش نبدا نزيد في المكونات الاخرى، باش نزيد الحليب اللي هو كاس، باش نزيد الفرينه نتاعي، نزيدوها بشوي بشوي، زيدوا بشويه وتحركوا. باش نزيد القارس اللي عصرته، وباش نزيد زادة الزيست اللي برشته، هيك نكمل نخلطها شوية باش كل شيء يدخل في بعضه. خذيت الفورمة متاعي، بالنسبة للفورمة تدهنوها بالزيت وإلا بالزبدة وتحطوها في الفور تسخن شوية، ومن بعد تصبوا فيها الخليط هذايا. بيان سور ما تحطوها كان ما يبدا الفور سخون، ما تحطوهاش والفور بارد. وتوا باش نحطوها في الفور، اونطرو طون باش نحضروا الكريم اللي باش نحطوها عليها. دونك باش ناخذوا نص كعبه قارص، كاس حليب اللي هو هذاك يهز 200 مليليتر، زوز مغارف سكر وزوز مغارف نشا. نبداو توا مع بعضنا نحضروا الكريم.
وهذه الكيك متاعنا حاضرة على رشة جلجلين مع كويس تي ولا كويس قهوة. ان شاء الله تعجبكم الريسيت متاع اليوم. وبالنسبة للناس اللي عجبتهم ما تنسوش باش تخلوا لي جيم على الفيديو. وبالنسبة للناس اللي باش يجربوا الريسيت يبعثوا لي ميساج على انستغرام. تفرحني برشا ميساجيتكم. ما نطولش عليكم، ما بقى لي كان نقول لكم توا الى بروشين.